صباح الخير. في ظاهرة أنا شايفها انتشرت جدا الأيام دي، وهي ظاهرة الناس بتاخد قروض وبتهرب برا البلد أو بتطلع برا البلد من غير ما تسدد القروض. الموضوع ده أنا شفته يعني إن في ناس فعلا خدت قروض وما سددتش القروض دي، سواء إن هو ما سددوش عن يعني تعثر، إن هو مثلا مش قادر يدفع القروض دي، أو إن هو عن قصد، يعني هو مخطط مثلا إن هو ما يسددش القروض دي ويهرب. طبعا الموضوع إن أنا هتكلم إن هو حرام ولا حلال، فأكيد يعني الموضوع حرام 1000000% أو 1000000%. بس للأسف في ناس بتخطط للموضوع ده، والموضوع ده كتير جدا اليومين اللي فاتوا. بسبب الموضوع ده الحكومة هنا في الإمارات عملت إجراءات مشددة، ناس تاخد القروض، بقت تصعب موضوع القروض مش زي الأول. وكمان دلوقتي لو إن أنت سافرت بره البلد، عملوا إجراءات إن هم يقدروا ينفذوا عليك في البلد اللي أنت هتكون موجود فيها مع الإنتربول. وكمان في إجراءات جديدة، لو أنت مثلا عندك عربية أو عندك حاجة تمتلكها في بلدك، أي إن هم هياخدوها منك. بستغرب الصراحة إزاي الناس اللي بتفكر إن هي تاخد قروض وتهرب من البلد عن قصد، ازاي هيبداوا حياتهم بحاجه حرام، يعني حرام 1000000%. دي مش نصيحه والله، انا ما شفتش حد خد كارد، يعني انا تجربه شخصيه ما شفتش حد خد كارد ولقيت ان الدنيا ماشيه معاه كويسه. يعني انا مش هتكلم ان هي الموضوع حرام ولا حلال، بس انا بتكلم عن تجارب الناس اللي خدوا كرود ما لقيتهمش ان هم مبسوطين. ففي النهايه انت بتعمله ده يعني حاجه مش صح، ان انت تبتدي حياتك بحاجه حرام. ففي النهايه ربنا يسترها علينا كلنا، والسلام.